زينب، وصلنا لمساحتنا الطبية النفسية. كتير بنسمع عن أطفال عندهم سلوك عدواني مع رفقاتهم وحتى يمكن مع إخواتهم. أكيد السلوك العدواني عند الأطفال شائع جدا، لكن اليوم بدنا نعرف نرمين أسبابه وكيف ممكن نتعامل وتقويم هذا السلوك مع الدكتورة وفاء شعبان. لكن قبل بدنا نروح نشوف مادة عن سلوك الطفل العدواني وراجعين. تختلف مظاهر السلوك العدواني من طفل لآخر وهذا باختلاف أعمارهم، حيث أن الأطفال ما بين 3 إلى 5 سنوات تعتريهم نوبات الغضب ويلجؤون إلى البكاء أو الضرب على الأرض وجذب الانتباه، بينما الأطفال من عمر 5 إلى 7 سنوات يظهرون غضبهم أحياناً في صورة تشنج وبكاء شديد وعصيان. أما الأطفال ما بين 7 سنوات إلى 11 سنة تختلف طريقة السلوك العدواني لديهم، حيث يلجؤون إلى العناد، الملل، الهياج، الخمول، وقد يظهرون غضبهم بالانزواء والسلبية. إيجاد وسائل وخطة للتحكم في السلوك العدواني عند الطفل يرتبط بقدرة الأم والأب على فهم المتغيرات المرتبطة بهذا السلوك، فمع ازدياد الفهم لأسباب السلوك العدواني لدى الطفل تتاح الفرصة للتعرف على الحلول لهذه المشكلة. للتعرف على هذه الأساليب والطرق والحلول نرجع لاستديو صباحنا غير مع دكتورة وفاء شعبان، دكتورة في التربية. أكيد زينب، لنحكي أكثر عن صفات الطفل العدواني والأسباب يلي بتأدي لهي المشكلة. بيسعدنا نرحب بالدكتورة وفاء شعبان وحضرتك دكتورة بالتربية، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباحكم يا هلا أهلين. صباح الخير. يعني خلينا بالبداية نعرف أو نعرف شو هو السلوك العدواني للطفل. السلوك العدواني هو سلوك بيتبعه الأطفال بشكل ناجم، بينجم عنه ثورة من الغضب، وممكن يكون ثورة من الغضب والهيجان، ممكن يكون مو بس للآخرين، ممكن يكون كمان هذا على نفسه أو على الأشياء. إذا السلوك العدواني مو بس للآخرين، يعني الطفل مو بس بيعتدي على الآخرين، لا، ممكن يكون إيذاء لنفسه، ممكن يكون كمان بالأشياء، ممكن يكسر، ممكن يضرب، ممكن يحطم أي شيء. دكتورة خلينا نحكي عن أسباب هذا السلوك. معناته أسباب السلوك العدواني في أسباب كتير. أولاً خلينا نقول على العامل الوراثي أو العامل الجيني. أثبتت الدراسات أنه فعلاً للعامل الوراثي له دور بالسلوك العدواني. مثلاً التوائم، من خلال دراسة التوائم المتطابقة عندهم سلوك عدواني واضح عكس التوائم الغير المتماثلة أو غير المتطابقة. فممكن نقول أنه العامل الجيني بيلعب دور. السبب الثاني ممكن يكون أسباب اجتماعية. أسباب الاجتماعية من البيئة المحيطة فيه، من البيت، وهو طبعا معروف أنه البيت هو المؤسسة الأولى يلي بينبت فيها الطفل كقيم، كأخلاق، كتعامل. فممكن هذا يكون كتير بيأثر على الطفل، ممكن يخليه يكون عدواني أو غير عدواني. والبيئة الثانية يلي الولد بيأدي أو الطفل يقضي معظم وقته هو المدرسة. كمان البيئة المدرسية كمان بتلعب دور وممكن تطفي هذا السلوك أو تنمي هذا السلوك أكثر، على حسب تعامل وعلى حسب كيف نحن بدنا نتعامل مع هاي المشكلة. السبب الثالث للسلوك العدواني هو العوامل النفسية. العوامل النفسية، الإحباط، التوتر، القلق، كله هذا ممكن يؤدي إلى سلوك عدواني للطفل بشكل عام. حتى للكبار ممكن يكون يعاني وممكن يستمر معه. نعم. نبتدي مثلا أنه نحن في عنا سلوك عدواني سنتين، نسميه السلوك العدواني الوظيفي. طب هذا كيف؟ يعني أنا مبارح أحد الأمهات بتقلي أنا فطمت ابني من كتر ما كان يعضني. فهذا عدوان، بس هذا شو؟ عدوان وظيفي لحد هو يلبي احتياجاته. إذا أنا ما تلبيت احتياجات ابني ما بيحكي. يعني المشكلة إنه هو ما قادر يعبر عن احتياجاته بالكلام،
فشو بده يعبره؟ بالصراخ والبكاء والنحيب، وممكن يشد شعر أمه أو ممكن يعضه، ممكن فممكن للسنة الرابعة ممكن يضل السلوك العدواني وظيفي، بعد السنة الرابعة لا بينتقل إلى السلوك العدواني الكلاسيكي اللي كلياتنا نعرفه. نعم، يعني هلا كل الامهات اللي عم بيشوفوا اكيد معانيين من هي القصه باعمار مختلفه، لكن اليوم كيف في الام تتعامل او العائله ككل تتعامل مع الطفل العدواني وخاصه المترافق مع العناد؟ يعني هذا من اصعب الانواع. الله يعين الامهات، وبنقول لهم عن جد تحيه لكل ام عندها طفل عنده مشكله معينه. يعني هي من جنود الله من كثر ما بتكون عم بتعاني مع طفلة. يعني كمان هيك شغلة طرفة بسيطة، طفل ما بيتكلم، اجى لعندي قالت لي امه ما بيحكي، قلت لها لكن شو عم يحكي؟ قال هلا ابوه علمه الشتائم حتى يحكي. قلت لها من خلال الشتائم بده يحكي يصير ابنك؟ هو طفل ما نوع غير ناطق، ما نوع ما بينطق، عنده تأخر لغوي. فالاب ما عرف شو بده يعمل. فاحيانا حضرتك مثل ما قلتي انه شو هي الاساليب اللي انا بدي اتعامل معها لحتى انا كاسره كيف بدي اتعامل معها لحتى اقدر سيطر على هذا السلوك، وكيف بقدر يعني حد منه، لانه الوقت اللي بيتفاقم ما بس بيصير سلوك عدواني، ممكن يؤدي الى مشاكل كثير كبيره، ممكن يعمل مشاكل اجراميه كمان. فأنا كأم أو كأسرة فعلا مثل ما قلتي أنه نحن أول شيء بدنا نبتدي فيه بدنا نبتدي من البيئة من البيت. نحن أول شغلة بدي أعملها بدي أشوف السبب يلي خلى ابني يوصل لمرحلة الهيجان، لمرحلة الإثارة، مرحلة الضرب، مرحلة الصفع. يعني أطفال كتير بتلاقي عندهم سلوك عدواني إيديهم معلمة عض، بيؤذوا نفسهم إذا ما قدروا يؤذوا الآخرين، أو بيضربوا حالهم، بيضربوا حالهم، بيرموا حالهم على الأرض، بيضربوا رأسهم بالحيطان، الأشياء، كسر الألعاب، كسر الكاسات، كسر كل شيء بالبيت. فأنا شو هي الأساليب اللي ممكن أنا أعملها؟ أول شيء أنا بحاول أبعد عن المثيرات اللي سببت لهذا السلوك العدواني. يعني أنا ما بخلي الولد يوصل لمرحلة إنه هو يصير يوصل لهالمرحلة. وصل، ما قدرنا نسيطر عن الوضع، وصل إنه لهي المرحلة. ممكن أنا كأم إجي من الطفل من وراء وعانقه بدون ولا كلمة، ما بحكي معه بس بطبطب عليه شوي وبخليه ليهدى على الأخير، وببدأ بقى بناقشه بالحوار. بالحوار أنا بقدر أعرف إنه شو يلي خلى هيك تعمل وشو اللي خلى. هلأ في ناس بتقلك، بعض النظريات بتقلك إني أنا بدي أتجاهل. لا، ما بصير أنا أتجاهل السلوك الغير مرغوب أو هذا السلوك اللي هو بيعمله، لأنه ممكن هلأ في سلوكيات بدنا نتجاهلها. يعني مو دائما، يعني مثلا خليني أقول لك مثال، إنه أنا ابني عصبي، أنا ابني عدواني، وأنت يعني قدام مين عم تحكي؟ قدامه الطفل نفسه، سببتي له شهرة، هالشهرة هو انبسط فيها. لاحظتي؟ لا، أنا أي سلوك ما أنه مرغوب فيه بحاول اتجاهله، مو اتجاهل الطفل، بحاول اتجاهل السلوك اذا كان غير يعني مؤذي، ما بيؤدي لايذاء. يعني انا مثلا ابني عدواني كثير بيقرب على طفل ممكن يرميه من على الدرج من فوق لتحت، انا بدي اتجاهل هذا السلوك، طيرنا الولدين. فلذلك نحن انا لما بدي اتجاهل بدي اتجاهل السلوك الغير مرغوب بشكل لا يؤثر على الطفل الاخر او الناس اللي معه. أكثر شيء الأولاد لما بيكونوا أو الأطفال لما بيتبعوا السلوك العدواني بيتبعوه مع الأقران بالبيت، أخواتهم، أقرانهم بالمدرسة. بالمدرسة البيئة المدرسية بتلعب دور كتير كبير. كيف البيئة المدرسية بتلعب دور؟ إذا كان المعلم بالصف ما قدر يتعامل مع الطفل العدواني، بالعكس أنا بدي عاقبه، بدي شهر فيه، بدي قدام جميع رفقاته بكل المدرسة بالطابور المدرسي أثناء تحية العلم بدي أنا بهدل فيه. لا، هذا أساليب غير مرضية وأساليب منا مزبوطة. نحن إذا بدنا نتبع أساليب بدنا نتبع أساليب تربوية، أساليب تعطي نتائج. مشان هيك هلأ نحن منقول منتمنى أنه كل المعلمين وشغالين على هذا الموضوع أنه منتعلم في شيء اسمه تحليل السلوك،
منحلل السلوك منشوف شو اللي صار قبل السلوك وشو السلوك وما بعد السلوك. نعم. يعني هاي النقطة هدول المعادلة الاي بي سي منسميها، هاي المعادلة هي اللي بتخلينا نعرف كيف نتعامل مع السلوك الغير مرغوب فيه. نعم دكتورة، كتير منشوف أسر أو خصوصا الأمهات ممكن تكون أو حتى الآباء بيتعاملوا مع الأطفال بطريقة المقارنة، وخصوصا بين الأخوات أو الأخوين، يعني طفل هادي وطفل مشاكس أو عنده سلوك عدواني بيصيروا بنفس الأعداء، أنه شوف فلان الفلاني ما أحلاه أو ما أهداه، عم يكتب وظيفته أو ما نوع عم بيخرب. هي المقارنة أو هذا الأسلوب اليوم بضبط السلوك العدواني قديش هو صح أو خطأ، وشو كيف لازم يتعاملوا معه؟ هلا خلينا نقول المقارنة على جميع الأصعدة مرفوضة، بتولد مشاكل سلوكية كتير مو بس العدوان، ممكن بتولد عندي مشاكل غير العدوانية، الغيرة، مشاكل الغيرة، الانتقام، الكره، بدي يصير هاي. بنرجع للبيئة الاجتماعية والأسرة يلي هي المحطة الأولى بحياتنا. أول شيء الطفل بدنا نخليه يعيش ببيئة آمنة بأسرته، إذا ما عاش ببيئة آمنة ممكن هذا يتولد عنه هالمشاكل السلوكية ومنها العدوان. المقارنة إنه أنا أشوف أخوك كيف كتب الوظيفة ما أحلاه وبسرعة كتبها، نحن بدنا نراعي الفروق الفردية. ما بصير أنا أعمل مقارنة بين أخين أو بين حتى المعلم المدرسة بين الرفاق والمعلمين، بيعرفوا أنه نحن في عنا فروق فردية بين الأطفال. هلأ في طفل بيلمع بجانب معين، الطفل الآخر بيلمع بجانب آخر، فنحن ممنوع ممنوع ممنوع، يعني خط أحمر تحت أني أنا قارن. المقارنة بتولد مشاكل أكثر بكثير. خلينا بس بهذا الإطار تبع الأهل مشان نقدر نعطيه حقه، لأنه هن فعلا هن السبب الأساسي بظهور المشكلات والاضطرابات السلوكية اللي بتظهر عند الأطفال. الشجارات الدائمة بين الأم والأب أمام الأطفال هاي بتولد، أنت بدك تكون قدوة لابنك، أنا كقدوة بروح أنا بعرف كيف أتعامل كأب مع المشكلات اللي بتواجهني. الطفل بالتقليد بياخد أنت نموذج وبقلدك، أنت كنت إنسان واعي عم تشتغل بطريقة صحيحة، فالطفل هو بيكون مثل حكايتك. فلذلك أهم شيء والتفاهم بين الأم والأب على قواعد معينة، على قواعد نحن منحطها ومنلتزم فيها كلا الطرفين. ما بيصير نحن نخترق هذه القوانين اللي منحطها بالعيلة. النقطة الثانية اللي قلتيها أو بدنا نحكيها، الطفل الصغير المدلل، هلأ أحيانا الدلال الزائد جدا جدا بيولد سلوك عدواني، والقسوة الشديدة بتولد سلوك عدواني، حرية التعبير للطفل على كل شيء كمان بيولد سلوك عدواني عند الطفل. فلذلك أنا لازم كأم وأب أعرف كيف أتعامل مع الأطفال، مع أطفالي أنا، وكيف وأعرف كمان مين أقرانهم، مين أصدقائهم، مين اللي عم بيعاشروا. ممكن يكون عم بيعاشر ولد عنده سلوك عدواني وهو بده وهداك عم يتنمر عليه، فأنا بيجي بتنمر على أخواتي بالبيت حتى أنا أقدر صير مثله وجاري بنفس الطريقة. نعم. طب خبرينا، يمكن اليوم أغلب الأطفال عم بيعانوا من مشكلات تانية مثل ما قلتي، أغلب نفسية، أو عم نشوف نمط من أنماط التوحد، عم نشوف مثلا فرط حركة تشتت انتباه. نعم. هذا عم يترافق مع عدوانية أحيانا، فخبرينا كمان قدي صعب اليوم الضبط لهذا الطفل، وهل يحتاج إلى أخصائي أو مدرسة خاصة أو جلسات معينة لتقويم السلوك؟ حكيتي نقطة يعني بغاية الأهمية، الطفل العدواني أحيانا بتكون بترافق، هو إجا نتيجة إعاقة معينة أو نتيجة اضطراب معين بيعاني منه. هلأ اضطراب التوحد اللي حكينا فيه بالحلقة السابقة، معظم الأطفال اللي عندهم توحد عندهم مشاكل عدوانيين، عندهم مشاكل عدوانية. ليش؟ لأنه هن مالن عندنا، وخاصة الطفل الغير ناطق الصامت. الطفل الصامت كيف بده يعبر عن احتياجاته؟
ما بيقدر، ما حدا بيقدر يفهم عليه، بيجر الام مثلا على المطبخ لحتى تعطيه مي او تعطيه احتياجه، اذا ما فهمت عليه او كان بمكان اخر بيلجا الى العدوانيه. الطفل الاي دي اتش دي هو طفل حركه، الفرط النشاط تشتت الانتباه، هو طفل دائم الحركه، دائم الحركه، يعني بشكل مثل بتقول لك الامهات مثل البرغي بالبيت، بضل عم بيفتل بيفتل، فلما بدك تقولي له عود اهدى ممكن يلجا الى الضرب، يلجا الى ايذاء نفسه. ممكن يكون هلا في عندنا شيء نحن بالاضافه مثلا الطفل صعوبات التعلم، وكمان حكينا اضطراب التعلم او صعوبات التعلم بترافق كثير من السلوكيات او الخصائص النفسيه لهذا الطفل مع السلوك العدواني، خاصه اذا استفز من قبل اهله، يلي مثل ما قالت عزيزتي انه انا قبل بشوي انه المقارنه، ما هذا الولد عنده صعوبه تعلم، ابني ثاني ما عنده صعوبه تعلم، او بالمدرسه ما عنده مشكله، عرفتي؟ فهذا القصص كلياتها بتبقى مترافقة مع بعضها، ما بتقدر، لذلك فلذلك السلوك العدواني بيترافق تماما مع بعض الاضطرابات الاخرى. دكتوره هيك نصائح سريعه، وخلينا اليوم نقسمها لبين اشخاص او اهل عندهم طفل بالوراثه او بطبعه هو طفل عنده سلوك عنيد او عدواني، واطفال اكتسبوا هذا الشيء من البيئه المحيطه. الطفل حتى لو كان وراثي في عندنا شيء اسمه تعديل سلوك، ما يعني لا يمكن. هلا كلياتنا بنعرف انه بنظريات النظريات السلوكيه والعلاج السلوكي والعلاج المعرفي بنقدر نحن نسيطر على العدوان بشكل كثير، يعني بشكل كثير منيح. كيف نحن مثلا؟ اول شيء اذا كان انا عندي طفل من البيئه بحاول اعدل هي البيئه، البيئه الموجود فيها الطفل انا بدي اعدلها، اذا كانت هي المدرسه يلي هو رفقاته كلهم عدوانيين وعم بيتنمروا عليه وعم بيعملوا له مشاكل وهو عم يكتسب العدوانيه وعم بيجي يمارسها عندي بالبيت، انا بغير البيئه، ممكن غير المدرسه اذا كان فشلت كل اساليب الحوار مع المعنيين بالامر. اذا كان البيئه ما اذا في شيء بيتعرض بالبيت، نحن بنقول لابننا للاهل للام والاب بالحوار ثم الحوار بتقدروا انتم تسيطروا على هالظاهره السلبيه عند ابنكم وبتقدروا تقضوا عليها. فهذا الموضوع كثير مهم، السلوك العدواني، لانه اخطاره بتنجم بعدين. يعني انا هو الولد الصغير قادر اسيطر عليه، اما لما بيصير بسن المراهقه وبسن الشباب واذا ضل عدواني مثل ما قلت لحضرتك انه هذا ممكن يؤدي لجرائم كبيره. نعم، يعني كثير موضوع مهم، لانه عم نشوفه كمان عند كثير من العائلات والامهات عم بيعانوا من صحيح. تقويم سلوك اطفالهم صحيح. يعني بحاجه لاخصائي نفسي يرشدهم ببعض. طبعا سالت بس اخر شغله نقولها، ما بعرف انه قالت انه هل الى الاخصائي؟ ايه، إذا كان فشلت الأساليب الوالدية والأساليب بالمعلم ممكن نحن نلجأ لأخصائي ممكن يساعدنا، ونحن كفريق عمل متكامل نتضافر مع بعضنا البعض ونحلل السلوك اللي نحن غير مرغوب فيه وكيف نقدر نطفيه. فلا بد من اللجوء إلى، وحتى بالمدرسة في عنا مرشد نفسي، ممكن نلجأ كمان للمرشد النفسي ممكن يساعدنا بحل هاي المشكلة. أحيانا الأخصائي بيعطي نظام غذائي معين ليخفف من أعراض العدوانية والحركة، أحيانا بيعطيهم حتى بعض الفيتامينات، هل أنت مع هال؟ هلا شوفي، في شيء سلوكيا يعني هلا في أدوية بتنعطى للأطفال مثلا الحركة الزائدة، ايه ضروري، احيانا ما بنقدر نسيطر عن الطفل للحركه الزائده، ممكن نعطي بعض الفيتامينات يلي بتساعد على التركيز، هذا طبعا بس هذا كله من اللي بيقدرها هو الطبيب. صحيح. يعني نحن راينا كتربويين ممكن ننصح ونرسل الطفل الى الطبيب، لكن نحن ما بنفتي بالادويه بالمطلق، وانا من ضد الادويه تقريبا، يعني انا بحب اشتغل اول على تعديل السلوك قبل ما الجا، اخر وسيله بلجا لها هي الادويه، طبعا مو الادويه الفيتامينات ما بتاثر، هذا المتممات والفيتامينات، المتممات والفيتامينات عادي ممكن اي شخص بياخذها كل انسان بحاجته، اما الادويه الاخرى يلي بيقررها طبيب العصبيه لا، نحن بنحاول نلجا لها لما بنفشل بالسيطره على سلوكيات هذا الطفل. نعم.
يعني دكتورة بالختام حضرتك قدمتي معلومات كتير مهمة اليوم، بدنا نشكرك اليوم لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم. شكرا لوجودك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. الله يسلمك. نهارك سعيد.